لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. شرفني ان انا اقابلكم مره تانية عشان نكمل كورسنا 220 سي سي ام اي، وارجو ان الكورس المحاضره اللي فاتت تكون وضحت للناس ايه هي سي سي ام اي، ويا ترى هينفع ابتدي فيها من الصفر ولا انا الكورس ده ما يناسبنيش اساسا، وحتى لو هيناسبني هيخليني في الاخر ابقى ايه. يعني اتمنى المحاضره اللي فاتت تكون محاضره وافيه من ناحيه ما هو او ما هي كورس سي سي ام اي. النهارده هنكمل محاضرتنا. المحاضره اللي فاتت احنا اتكلمنا على فكره الشبكات بصفه عامه، واتكلمنا على اللان اللي هي احد نوعين من انواع الشبكات، عندنا اللان والوان. قلنا اللان هي شبكه داخليه، مفهوم خاطئ منتشر عن اللان انها شبكه صغيره. اللان ممكن يبقى فيها مليون جهاز كمبيوتر، بس ما دام اجهزه الكمبيوترز ديت مش طالعه على الانترنت، او بمعنى اخر أجهزة الكمبيوترز دي مع الهاردوير اللي متوصل بيها مفيش معاهم راوتر، يبقى كده الشبكة اللي قدامي دي لان مش وان. يبقى عندي نوعين من أنواع الشبكات، ده كان نوع من المراجعة السريعة المحاضرة اللي فاتت. إن أنا عندي نوعين من الشبكات، عندي شبكات أنا طبعا لسه ما شيرتش الديسكتوب، لسه شغال صوت بس، بعد كده هشير الديسكتوب إن شاء الله. عندنا نوعين من أنواع الشبكات، شبكات الحاسب الآلي، شبكة اللان وشبكة الوان. اللان لوكال اريا نتورك، وهي شبكة من ناحية الهاردوير بتعتمد على ثلاث حاجات أساسيين أو ثلاثة كومبوننتس أساسيين. أول حاجة بي سي في كارت شبكة، الحاجة الثانية الكابلات حسب نوع الكابلات، أشوف أنا مزايا كل نوع من الثلاثة اللي إحنا شرحناهم المحاضرة اللي فاتت وأشوف أنهي اللي يناسبني وأستخدمه. الحاجة الثالثة السويتش، وقلنا الثلاثه دول لو انا ضبط لهم جهاز رابع اسمه راوتر اتحولت من لان لوان. يبقى الوان في الاساس هي لان، ومفيش وان من غير لان. اوكي، وصلنا المحاضره اللي فاتت اللان من ناحيه الهاردوير، عرفنا ان النوع الاساسي من الكابلات هو النوع اليو تي بي، وصلناه وعرفنا الفرق بين وصله الكروس اوفر ووصله الستريت. دي وصله النوع الشائع الاكثر شيوعا في الكابلات المستخدمه، وعرفنا ان في نوعين تانيين اللي هو الكواكسيال والفايبر اوبتكس، وعرفنا ان الفايبر اوبتكس بيستخدم طبعا دلوقتي وفي انتشار، بس هو داخليا اندور غير مستغل غير في حالات معينه. اما النوع اللي انقرض استخدامه تماما فهو النوع الاول اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الكواكسيال. يبقى الاكثر شيوعا هو اليو تي بي او اللي هو الكات 5 والكات 5 اي والكات 6، واتكلمنا على انواعهم والفروقات بينهم، وعرفنا ان هم في الشكل ما بيفرقوش خالص، وفي التوصيل برضه طريقه التوصيل ما بيفرقوش. عندي نوعين من انواع التوصيل كروس اوفر والستريت، وصلنا الكابلات المحاضره اللي فاتت، وقدرنا في النهايه نوصل كابل جهاز الكمبيوتر للسويتش. كده من ناحيه الهاردوير زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت الشبكه خلصت اتوصلت، مش محتاج اي حاجه ثانيه، محتاج بس ان انا اتاكد من السوفت وير بقى اللي نزل على جهاز الكمبيوتر ان الاجهزه فعلا متوصله صح وشغاله. يبقى راينا في جزئيه التوصيل ان انا اتاكد ان الكابل متوصل ده عن طريق التستر، او الكابل سليم عن طريق التستر، وصلنا الكابلات من سويتش لجهاز الكمبيوتر، وعرفنا ان السويتش ما فيهوش اي اعدادات، بخرجه من كرتونته كده بوصل له باور ووصل بيه الاجهزه، خلاص كده اشتغل مش محتاج اضيف له اي حاجه ثانيه. طبعا في اعدادات للسويتش، عندنا باب للسويتشنج خاص في منهج السي سي ان اي، بس صوره مبدئيه كل سويتشات العالم بما فيها سويتش سيسكو في البدايه خالص بيشتغل زيه زي السويتشات الصيني، تطلعه من كرتونته وتوصل له باور ويتوصل بيه الاجهزه يشتغل. طيب نتكلم بقى على الجزء الثاني من اللان، ان انا ازاي اتاكد ان الاجهزه متوصله وشغاله كويس. ده الجزء الصعب شويه، لان جزء الهاردوير ما خدش مننا وقت طويل، يعني شويه معلومات كده سريعه وبيغلب عليه الطابع التكنيكال، الطابع الفني. اما الطابع الاحترافي المفروض هيبتدي النهارده، علشان
نتكلم بقى من ناحية السوفت وير وازاي اطمن على اللان بتاعتي شغالة ولا لا. احنا محتاجين ناخد كده شوية مفاهيم في عالم الشبكات. كلمة شبكة شرحناها المحاضرة اللي فاتت، بس هنوضحها بصورة اكثر احترافية دلوقتي. فنركز مع بعض، هشير الديسكتوب كده. احنا قبل ما نبتدي يا جماعة اتكلمنا ووضحنا المحاضرة اللي فاتت ان في بعض المتطلبات لازم تبقى متوفرة عندك كده قبل ما تشتغل، قلنا أهمها الجافا والفلاش، وتستخدم فايرفوكس أو كروم، ابتعد تماما عن الإنترنت إكسبلورر. الحاجة الأهم، حاول تتجنب الوايرلس على الأقل فترة الكورس، لأن هيحصل تقطيع في الصوت والصورة، وما دام المشكلة مش عامة، يعني مش عند كل الطلبة أو كل الحضور بيشتكوا من نفس المشكلة، تبقى مشكلة شخصية. يا ريت احاول تتابع مع الدعم انه يصلحها لك، لان احنا هنستمر. فانت لو ما يعني ما راعيتش الشروط اللي قلنا عليها دي، انت اللي هتخسر. فيا ريت بعد اذنك محدش يهمل الجزئيات دي علشان نعرف نشتغل. دلوقتي هنشغل الديسكتوب، مثالي كده الصوره واضحه، الناس تتابعني، دعم تمام. هنتكلم على جزئيه، اولا ده محاضره النهارده العناوين. اولا هنتكلم على الكونسبت اوف نتوركينج، هاو تو كوميونيكيت، الاجهزه بتتواصل ازاي وتبعت وتستقبل ازاي. تاني حاجه هنتكلم عن الاي بي ادرسنج والسبنيتنج، من اكثر الدروس احترافيه في عالم الشبكات كلها مش في سيسكو بس. احنا عايزين نعرف ازاي الاجهزه بتكلم بعضها في عالم الشبكات مش في سيسكو بس. ازاي جهاز دلوقتي هيبعت رساله لجهاز تاني، الرساله دي ايا كانت بقى، يعني هبعت له ايميل، هنكلم بعض عن طريق الفيسبوك، اي نوع من انواع التواصل. ما دام رساله هتخرج من جهاز تروح جهاز تاني، ده بيستلزم ان انا يكون عندي ثلاث حاجات من ناحيه السوفت وير. بقى نركز مع بعض، احنا في ثلاث حاجات من ناحيه الهاردوير، كابل وبي سي في كارت شبكه وسويتش، كده دول موجودين. بقى عندي لان او امكانيه ان الاجهزه تتواصل وتكلم بعضها، بس كده من ناحيه الهاردوير. من ناحيه السوفت وير بقى محتاج ثلاث حاجات برضو. ايه هما؟ اي بي ادرس، بورت، بروتوكول. ايه بقى الكلام الجميل ده؟ في ناس ابتدت تقلق، في ناس شكلها كده تبتدي تخرج تقول الكلام ده باين عليه مش تبعنا. لا نركز مع بعض، الكلام هيبقى ممتع جدا دلوقتي. ثلاث حاجات لازم تتوفر في جهاز الكمبيوتر الواحد علشان يعرف يتواصل مع الاجهزه الاخرى، والحاجات دي ثابته في عالم الشبكات كلها. كل عالم الشبكات، اي شركه هتدرس لها منهج شبكات لازم يتوفر عندك الثلاث حاجات دول. حتى الاختراق علشان اخترق جهاز لازم يتوفر عندي الثلاث حاجات دول. ايه هم دول بقى؟ نتكلم عنهم تفصيليا. اول حاجه الاي بي ادرس. الاي بي ادرس كلمه اي بي اختصار لانترنت بروتوكول. انترنت بروتوكول ده عنوان الجهاز، رقم. طبعا معروفه كده ان انا عشان اوصل لحد لازم اجيب رقمه، رقم موبايله، رقم عربيته، رقم بيته. الارقام دي حاجه اساسيه، ما ينفعش الاسماء، الاسم ده حاجه مش عمليه في التواصل مع الاشخاص. وبالتالي علشان اجيب شخص او اوصل لشخص لازم اجيب اي رقم، رقم بطاقه بقى، رقم تليفون، رقم عربيه، المهم رقم. تعامل بالارقام. نفس الكلام بالنسبه لجهاز الكمبيوتر، في رقم بيحصل عليه جهاز الكمبيوتر. ايه الديفايس اللي موجود في جهاز الكمبيوتر هو اللي ليه علاقه بالشبكه؟ قلنا جهاز الكمبيوتر، محتاج علشان اوصل جهاز كمبيوتر محتاج جهاز فيه كارت شبكه، هو ده اللي بياخد اي بي ادرس او رقم الاي بي. الاي بي ده رقم بيتكتب لكارت الشبكه بيميز جهاز الكمبيوتر. يبقى اول حاجه رقم يحصل عليه الجهاز. الحاجه الثانيه البورت والبروتوكول، الاثنين دول يعتبروا بيكملوا بعض. بورت يعني فتحه او منفذ، وبروتوكول يعني برنامج وظيفته ينقل البيانات من والى الاجهزه اللي بتكلم بعضها. حددنا رقم الجهاز ده عن طريق الاي بي ادرس، عرفت ان رقم الجهاز اللي انا عايز ابعت له رقمه 150 مثلا. ابتدي بقى احدد نوع البيانات، طبعا مش انا اللي بحدد، جهاز الكمبيوتر هو اللي بيقوم بالقصه دي كلها. طبعا دورنا بس مشرفين او موجهين، لكن الكمبيوتر هو بيقوم بكل حاجه. حددت رقم الجهاز عن طريق الاي بي ادرس، فاضل بقى ان انا احدد نوع البيانات. يا ترى انا هبعت للجهاز ده ايه؟ الجهاز ده انا عايز يدخل عندي هو مثلا يتصفح موقع او يشوف صوره انا حاططها على جهازي، مثلا على الموقع بتاعي على جهازي. ده هيستلزم ايه؟ هنضرب مثال بسيط جدا، ان انا عايز ادخل على الفيسبوك
اشوف صوره على الفيسبوك، ده هيستلزم ان انا احدد الاي بي ادرس، والاي بي ادرس مجرد ما اكتب فيسبوك جهاز الكمبيوتر بيعرف الاي بي ادرس او رقم الفيسبوك لوحده. طبعا حاجه هنعرفها ازاي، يبقى مجرد ما اكتب فيسبوك في الانترنت اكسبلورر او في الفايرفوكس او في الكروم، هو لوحده بيعرف الاي بي ادرس بتاع الاسم اللي اليوزر كتبه ده اللي اسمه فيسبوك، هو بيجيبه لوحده. يبقى كده الجهاز حدد الفيسبوك عن طريق الاي بي ادرس، عن طريق رقمه اللي هو ما بيتشابهش مع اي حد تاني في العالم. الحاجه التانية، انت عايز تعمل ايه يا يوزر؟ انا عايز اتصفح صوره، اشوف صوره على الفيسبوك، عايز تشوف صوره عندي اللي هو الفيسبوك بيكلمني طبعا بيقول عايز تشوف صوره عندي. يبقى معلش بعد اذنك كده جهازك هيستدعي بروتوكول اسمه HTTP، طبعا بنشوفه مكتوب فوق في المتصفح، لو رحنا لاي متصفح كده بنلاقي فوق مكتوب HTTP. لو رحنا كده مثلا لبيرس بنلاقي في الاول بيكتب لك HTTP بروتوكول او اسم بنشوفه دايما. انتظر كده لما يحمل معايا عشان اعمل توجيه تلقائي مباشرة، مش هيظهرها. هي طبعا اسم احنا اكيد بنشوفه بكثرة، او بروتوكول ال HTTP نجرب الكروم، مثل مثلا فيسبوك، هو فيسبوك ابن حلال عارفين كلنا، المفروض يتحول معايا ال HTTP فيسبوك. كتب لي لوحده HTTP فوق، طبعا في اس في الاخر دي ليها غرض معين. لكن لو لاحظنا في عندي بروتوكول تم استدعائه بصوره اوتوماتيكيه اسمه HTTP، بيتم استدعائه بصوره اوتوماتيكيه. يبقى الاول جهاز يحدد الهدف عن طريق رقم، والرقم ده جهاز الكمبيوتر عرفه لوحده لما كتبت له فيسبوك، وهنعرف ازاي. الحاجه الثانيه، مجرد ما كتبت نده البروتوكول او البرنامج المتسطب عندي في جهاز الكمبيوتر واللي بيتناسب مع بيانات الفيسبوك، الفيسبوك موقع، والموقع يعني بروتوكول ال HTTP هو اللي او برنامج ال HTTP هنسميه مؤقتا برنامج، برنامج ال HTTP هو اللي بيفهمه. برنامج ال HTTP ده بيتم استدعائه بصوره اوتوماتيكيه من جهاز الكمبيوتر لانه نازل بصوره اوتوماتيكيه مع الويندوز. يجي برنامج ال HTTP يفضل جاهز مستني اليوزر بقى يدوس الكليكات بتاعته، عايز تشوف صوره اضغط كليك على الصوره هقوم فاتح لك انا الصوره. هفتح لك الصوره ازاي؟ ال HTTP يخرج من جهازي من خلال ثغره او فتحه معينه، فتحه برمجيه ما بشوفهاش بعيني، دي مش حاجه هاردوير، حاجه سوفت وير، ثغره برمجيه في الويندوز بيخرج منها يخش على الفيسبوك من نفس رقم الثغره دي، زي ما بيخرج من عندي من ثغره مثلا رقمها 80 بيخش موقع الفيسبوك من ثغره رقمها 80، ده بروتوكول ال HTTP، يجيب الصوره ويرجع لي تاني من خلال ثغره 80 تقوم الصوره معروضه عندي. يبقى انا كده عرفت حاجه، ان في بروتوكول او برنامج اسمه HTTP وفي بورت ثغره بيخرج منها البروتوكول ويرجع لها تاني. يبقى كل بروتوكول من بروتوكولات كتيره جدا، كل بروتوكول ليه ثغره معينه او بوابه معينه بيشتغل عليها. عدد البوابات دي كام؟ 65536 بوابه في كل انظمه التشغيل ثابته من صفر لغايه 65535. يبقى كده عندي 65536 بوابه، او بنقول عليها بورت او بنقول عليها ثغره، دي ارقامهم ثابتين، وكل بروتوكول بيشتغل على رقم ثغره ثابت. يبقى بروتوكول ال HTTP ثابت بيشتغل على ثغره رقم 80، سواء عندي ويندوز، عندي لينوكس، عندي سولاريس، عندي ماك، عندي اي نظام تشغيل، دي اساسيات شبكات ثابته في عالم الشبكات كله. بروتوكول ال HTTP بينزل مع نظام التشغيل، او البروتوكولات كلها بتنزل مع نظام التشغيل بصوره اوتوماتيكيه. خلاص، بروتوكول زي ال HTTP ده الخاص بتصفح المواقع بيفتح ثغرة في جهازي رقمها 80، لان هي دي اللي هيخرج منها، ويروح لموقع الفيسبوك من خلال ثغرة 80 يتصفحه ويرجع لي بالداتا او يرجع لي بمردود البيانات دي من خلال برضه ثغرة 80 عندي. وبالتالي انا لو عايز ان شاء الله الناس اللي هتدرس سكيورتي بعد كده او هيدرسوا تحكمات في الشبكات او هيدرسوا ما يسمى بالفاير وول، هيبقى كل دورك ان انت لو عايز اليوزرز ما يتصفحوش مواقع بتقفل لهم البورت ده او بتقفل لهم الرقم 80 ده، كده ما يقدرش يستخدم بروتوكول HTTP. عايزهم ما يعملوش داونلود، تقفل لهم بورت 21، ده ثابت في عالم الشبكات كلها في كل انظمه التشغيل، رقم ثابت
بيشتغل عليه برنامج او بروتوكول اسمه فايل ترانسفير بروتوكول او اف تي بي، ده وظيفته هو اللي بيعمل داونلود. عايز الناس ما تبعتش ولا تستقبل ايميلات، يبقى عندك كده بروتوكولين هتقفلهم، او هتقفل بمعنى اخر البورتات اللي بيشتغلوا، البوابات اللي بيشتغلوا عليها في جهازك. عندك بروتوكول اسمه البوب وبروتوكول اسمه الاس ام تي بي. بوست اوفيس بروتوكول ده بيشتغل على بورت 110، واس ام تي بي بيشتغل على بورت 25، ده لو مش عايزهم لا يرسلوا ولا يستقبلوا، لان في واحد فيهم خاص بالاستقبال اللي هو البوب، وفي واحد فيهم خاص بالارسال اللي هو الاس ام تي بي، وهكذا. طبعا مش دورنا ان احنا نحفظ ال 65000 بروتوكول، احنا هنحفظ الشائع واللي هيقع في طريقنا منه. خلاص الشائع، ومع كثرة الاستخدام هتعرف البروتوكولات الشائعة بأرقام بوردات. يبقى علشان الأجهزة تتواصل مع بعض بيتم تحديد أول حاجة الهدف عن طريق رقمه، حاجة تانية جهازي لوحده بيعرف نوع البيانات إيه، فيقوم يستدعي البروتوكول المناسب من عنده من الويندوز، يقول له معلش خليك بس قاعد معنا شوية كده عشان هنحتاجك. أول ما اليوزرز يبتدي يتحرك بقى ويدوس كليكات والكلام من ده، الجهاز يعرف يا ترى اليوزر بيعمل ايه، يا ترى بيتصفح ولا بيعمل داونلود ولا عايز يبعت ايميل ولا ايه، يعرف ايه نوع الداتا، يقوم نادي البروتوكول المناسب. البروتوكول لوحده يفتح رقم البورت بتاعه في الجهاز ويخرج منه، يروح للهدف يقول له انا جاي لك من جهاز اي بي وكذا، لو سمحت عايز الصورة الفلانية لان اليوزر هو اللي داس عليها دلوقتي، يقوم جايب لي نسخة من الصورة ويرجع لي تاني، يخش لي جهازي من نفس البورت الصورة تظهر قدامي. فاهمين حاجة؟ الدعم جاي في الشات دلوقتي. يبقى فهمنا فكرة التواصل بين الأجهزة، ده ملوش علاقة بقى لا بسيسكو ولا بكومتيا ولا ب اس 5، يعني ملوش علاقة بأي شركة بعينها خالص. الكلام ده شبكات بحتة، دي أساسيات شبكات، ولغاية دلوقتي هو ده نظام الشبكات ما تغيرش. يبقى عندنا ثلاث حاجات هم لازم يتوفروا عندي. في حاجتين منهم أنا هريح دماغي أو عالم الشبكات هيريحني ويقول لي ما تتدخلش فيه، مالكش دعوة، أنا جهاز الكمبيوتر أو الويندوز اللي أنت بتسطبه أو نظام التشغيل اللي أنت بتسطبه هو هيهندلهم لوحده، أو هو هيعرف إيه هم ويفتح ويقفل فيهم براحته، اللي هو البورت والبروتوكول. انت بس خلي اليوزر يحدد الهدف بتاعه ده عن طريق انه يكتب اسم الموقع مثلا، كده انت حددت الهدف اللي هو الاي بي ادرس بتاعه، سيب بقى الباقي على جهاز الكمبيوتر. عشان كده انا لو عايز اخترق جهاز مثلا، المخترقين بيعملوا ايه؟ بيحددوا الهدف عن طريق الاي بي ادرس، بيحددوا الضحيه، عرفوا الاي بي ادرس بتاعه، يقوم باعتين له ملف مثلا بنقول عليه باتش او تروجن. الملف ده عباره عن ملف تشغيلي ما بيتشافش لانه بيشتغل في الخلفيه، مجرد ما اليوزر يدوس دبل كليك على الملف ده يشتغل من غير ما اليوزر يحس باي حاجه. هو في الحقيقه عمل ايه الملف ده؟ فتح بورت معين برقم معين، البورت ده بيبعت ايميل لليوزر يقول له الاي دي الفلاني فتح البورت كذا عنده وهو جاهز دلوقتي لاتصالك. يقوم الهاكر يشغل البرنامج من عنده، برنامج الاختراق، يحد يكتب له الاي بي ادرس، يقدر يوصل لجهازه انه خلاص حدد الاي بي ادرس وفتح فيه بورت معين، يقدر يخش جهازي بقى من خلال البورت ده يعمل كل اللي هو عايزه، ينقل داتا بقى من خلال مختلف انواع البروتوكولات، يتصفح، يعمل داونلود، يعمل كل حاجه. يبقى هي دي فكره الاختراق حتى بصوره اساسيه. تمام. طيب كده عرفنا فكره الاختراق، فكره التواصل بين الاجهزه بصوره عامه، وعرفنا ايه الحاجات اللي لازم تتوفر عندي، وعرفنا ان في حاجتين منهم انا ماليش دعوه بيهم. طبعا احنا كل ما بيتقدم بينا العلم يعني او بنتعمق في دراسه الشبكات هنقدر بعد كده نتحكم في البورتات والبروتوكولات دي، بس الصوره مبدئيه انت مالكش علاقه بيهم خالص، ما تعملش فيهم حاجه، هم بيتم استدعائهم بصوره اوتوماتيكيه. الحاجه بقى اللي انا لازم اظبطها بايدي هو الاي بي ادرس او عنوان الجهاز. طبعا الاي بيهات او بنقول عليها الفي ال اس ام فاريبل لينك سبنت ماسك، الايدهات اللي هي ازاي ترقم الـ الاجهزه او تكتب ارقام للاجهزه، لان الاجهزه دي ارقامها مش عشوائيه. ما بكتبش ارقام من دماغي كده 1 2 3 4 75 210 الكلام ده، لا مش حاجه عشوائيه، دي ليها دراسه وليها نظام معين متبع. الاجهزه
علشان نكتب لها ارقام. احنا قلنا ايه هو الديفايس او الكومبوننت اللي موجود في جهاز الكمبيوتر ليه علاقه بالشبكه؟ قلنا كارت الشبكه هو اللي بيقوم باي حاجه ليها علاقه بالشبكه. كارت الشبكه ما دام بيانات هتخرج من جهازي او هتيجي لجهازي من بره يبقى كارت الشبكه المسؤول عنها. طب جميل جدا. دلوقتي نعرف المكان اللي بيتكتب فيه الاي ديات في كارت الشبكه. اولا عشان نوصل لكارت الشبكه ونعرف هو متسطب ولا لا في عده طرق. طبعا اكيد كلنا حبطنا وعرفنا ان احد هذه الطرق الشاشه اللي موجوده تحت دي. ده بالنسبه لويندوز 7 وفيستا و2008 نقدر ندوس كليك يمين واوبن نتورك اند شيرنج سنتر. يبقى ادوس على الشاشه اللي تحت دي كليك يمين واوبن نتورك اند شيرنج سنتر. بلاقي عندي هنا تشينج ادابتر سيتنج. ادابتر يعني كارت او محول. هو ده كارت الشبكه اسمه ادابتر. بدوس عليها كل كروت الشبكه المتسطبه عندي تبقى ظاهره هنا. الله هو انا ينفع اسطب اكتر من كارت شبكه في نفس الجهاز؟ اه مليون كارت براحتك حط كروت زي ما انت عايز. طب يا ترى حد يقول لي كل كارت شبكه عندي مثلا 10 كروت في الجهاز جهاز واحد الكروت كلها، وجاوبوني على السؤال ده دلوقتي كده قدامي، الكروت كلها هكتب لها اي بي ادرس واحد ولا كل كارت هكتب له اي بي؟ كل كارت اي بي كل كارت. في ناس بتقول واحد، طبعا الناس اللي بتقول اي بي واحد لا خليكم معانا عشان هتحتاجوا الكورس ده. طبعا كل كارت يتكتب له اي بي منفصل ما يتشابهش مع الاي بي الثاني. مش بس ما يتشابهش مع الكارت اللي معاه في نفس الجهاز، ده ما يتشابهش مع حد في اللان خالص. خلي بالنا احنا كلامنا دلوقتي على ازاي هنوصل اللان من ناحيه السوفت وير، وصلناه من ناحيه الهارد وير، فاضل الثلاث حاجات بقى اللي احنا محتاجين نوفرهم من ناحيه السوفت وير. قلنا في حاجتين منهم مش هنتدخل فيهم وهيتم استدعائهم بصوره اوتوماتيكيه اللي هم البورت والبروتوكول. فاضل الاي بي، وبعد كده ابتدي اجرب بقى اشوف فعلا جهازي متشاف على الشبكه ولا لا ويقدر يتكلم بقيه الاجهزه ولا لا. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على ترقيم الجهاز عن طريق الاي بي ادرس. طيب كل الكروت اللي هتبقى ظاهره عندي هنا في نتورك كونكشنز كلها لازم كل كارت فيهم ياخد اي بي منفصل او مستقل او مختلف. ما ينفعش كارتين حتى يتشابهوا في الاي بيات. وهو ده يقول لك كونفليكت، في تعارض، لان الاي بي ده حاصل عليه جهاز تاني ما ينفعش تكتبه دلوقتي. يبقى اخد بالي من جزئيه الاي بيات ما بتتكررش، ولا حتى مش بس في الجهاز ولا حتى في الشبكه. خلاص يبقى ده اول شرط من شروط كتابه الاي بيات. يبقى دي الطريقة اللي أنا بوصل بيها لكروت الشبكة المتسطبة عندي. لسه ما وصلناش للمكان دلوقتي فيه الأيبهات. الطريقة اللي بوصل بيها لأماكن كروت الشبكة كليك يمين وأوبن نتورك أند شيرنج سنتر. بلاقي هنا تشينج أدابتر سيتنجز. ممكن أوصل لها بصورة أخرى عن طريق كنترول بانل. ألاقي في كنترول بانل عندي نتورك أند شيرنج سنتر نفس الكلام. بدوس عليها بروح لنفس النافذة بختار تشينج أدابتر سيتنجز. أوكي وصلنا للمكان المطلوب. هلاقي عندي مسميات كتير او كروت كتير حسب الكروت المتسطبه عندي. انا كل الكروت المتسطبه عندي دي تقريبا وهميه ما عدا كارتين، كارت اسمه لوكال اريا كونكشن وكارت اسمه وايرلس نتورك كونكشن. الوايرلس نتورك كونكشن احتياجي ليه بيبقى للضروره، لكن استخدامي الاساسي للوكال اريا كونكشن. طب يا ترى ده انا بس ولا ده دي حاجه اساسيه؟ لا حاجة أساسية. كلمة لوكال اريا كونكشن هو اسم أول كارت شبكة متسطب عندك. لازم يبقى اسمه لوكال اريا كونكشن. خلاص؟ يبقى أول ما كارت الشبكة بيتسطب ويبقى شغال تمام بيبقى اسمه لوكال اريا كونكشن. لازم ألاقي الأيكون دي هنا. طب لو دخلت في نتورك كونكشن وما لقيتش حاجة يبقى أنت كارت الشبكة عندك مش متعرف. خلاص؟ يبقى لازم تعرفه عن طريق أسطوانته. طبعًا التعريفات دلوقتي سهلة، حتى الويندوز نفسه بيعرف أغلب كروت الشبكة. فانت لازم تعرف كارت الشبكه، بمعنى اخر لازم تلاقي ظهر عندك هنا حاجه اسمها اللوكال اريا كونكشن، وهو ده كارت الشبكه الاساسي وهو اللي شغلنا هيبقى عليه. طيب كارت الشبكه بكتب له اي بي ازاي؟ علشان اوصل للخانه اللي بكتب فيها اي بي في كارت الشبكه بدوس عليه كليك يمين وبروبرتيز. بلاقي هنا عندي حاجه اسمها انترنت بروتوكول فيرجن 4 او اي بي فيرجن 4 وفي اي بي فيرجن 6. طبعا ما فيش بينهم، ما فيش حاجه اسمها اي بي فيرجن 5. خلاص؟ طيب AIP version 4 و AIP version 6 شغلنا هيبقى على IP version 4. IP version 6 نوع جديد من انواع الترقيم موجود في منهجنا طبعا وهندرسه، بس سابق لاوانه تماما وقليل الاستخدام وغير شائع حتى الان. الاكثر شيوعا والاكثر استخداما IP version 4 هو ده.
اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. اي بي فيرجن 4 هو النسخه او الاصداره من الاي بي الاكثر استخداما حتى الان، وهي اللي هنستخدمها. مجرد ما اقف على اي بي فيرجن 4 وادوس عليه دبل كليك بيفتح لي الخانه دي اللي بكتب فيها رقم او مجموعه ارقام بقى خاصه بكارت الشبكه. طيب الارقام دي اقعد كده مع نفسي واكتب اللي انا عايزه ولا ايه؟ لا طبعا الارقام دي ليها سياسه وليها بروتوكول في الكتابه. ايه مفهوم الارقام دي؟ ايه شروطها؟ ايه نظرياتها؟ ده اللي هنوضحه، بس اهم حاجه نعرف المكان اللي بنكتب فيه الايباد. بص كده قدامي هلاقي اي بي ادرس وسبنت ماسك وديفولت جيت واي وفولوينج دي ان اس سيرفر بريفير دي ان اس والترنت دي ان اس. ايه المسميات دي كلها؟ خد بالك في اللان انا محتاج خانتين بس هما اللي يتملوا يتكتب فيهم بيانات، الباقي تسيبه فاضي. سيبه فاضي. طب الاجهزه هتكلم بعض عادي؟ تكلم بعض. ايه هما الخانتين دول؟ اي بي ادرس والسبنت ماسك. الباقي دول اصفرهم خالص؟ صفر خالص، خليهم فاضيين مفيش مشاكل، اكتب فيهم او تسيبهم فاضيين، ده مش هيأثر على تواصل الجهاز مع زمايله في اللان. وخد بالك ده مش هيأثر على تواصل الجهاز مع زمايله في اللان. طيب يبقى اهم خانتين عندي ما ينفعش اسيبهم فاضيين هما الاثنين اي بي ادرس وسبنت ماسك. طيب زي ما انت شايف كده الخانات او الاي بي والسبنت ماسك مقسمين لاربع خانات. ايه بقى الاي بي ادرس وايه السبنت ماسك وليه مقسمين لاربع خانات؟ ويا ترى هكتب اي ارقام في الخانات دي ولا هكتب ارقام ذات صفات معينه؟ نيجي هنا نعمل بقى كده جدول ظريف عشان الجدول كده هيساعدنا شويه في الفهم. اولا عندي خانتين زي ما قلنا هم الاساسيين، خانه اسمها اي بي ادرس وخانه اسمها سب نت ماسك. عارفين ارقام الموبايلات وارقام التليفونات الارضي؟ مش في رقم ثابت في الشبكه كلها؟ بتلاقي الشبكه كلها مثلا تحت 010 او تحت 011 او تحت 062. ففي رقم، في ارقام ثابته بنقول عليها رقم الشبكه بالظبط في الكمبيوتر. عندنا حاجه اسمها رقم الشبكه اسمه السبنت ماسك. شرط للاجهزه اللي تحت فودافون كلها علشان يكلموا بعض، او عشان اقول دول فودافون، لازم كلهم يبقوا متوحدين تحت 010. ده نفس الكلام، لازم كل الاجهزه اللي عايزها تشوف بعض في اللان لازم الرقم اللي هيكتب هنا يبقى واحد، اللي هيكتب في خانه سبنت ماسك يتشابه فيهم كلهم. ليه؟ لان ده رقم الشبكه، يبقى ده شرط. الشرط الثاني الاي بي ادرس. احنا بعد ما بنختار الشبكه معينه مثلا فودافون تحتيها بقى الارقام بتختلف، ما تلاقيش رقمين شبه بعض. نفس الكلام بالظبط الاي بي ادرس ما ينفعش يتشابه مع جهاز ثاني، يبقى في رقم لازم يتشابه وفي رقم لازم يختلف من جهاز لاخر. السبنت ماسك يتشابه لان هو رقم الشبكه وهو سيد الشبكه، زي ما 010 كده هي اساس او رمز الشبكه بتاعت فودافون، او 011 هي رمز شبكه الاتصالات. نفس الكلام عندنا، يبقى سبنت ماسك لازم يتشابه، اي بي ادرس لازم يختلف من جهاز لجهاز. اوكي طيب بقيه الخانات زي ما قلنا انساها وما تكتبش فيها حاجه وشغلك تمام وجهازك هيشتغل عادي جدا. طبعا احنا هنحتاج نكتب فيهم حاجات بس على اسس معينه، وامتى ده هيتضح مع على مدار الكورس ان شاء الله. بس الصوره المبدئيه لو كتبنا في الاي بي ادرس وسبنت ماسك ارقام صحيحه الجهاز يقدر يتواصل مع زمايله في الشبكه عادي جدا جدا. طيب زي ما احنا شايفين الخانات مقسمه او الارقام مقسمه لثمان خانات. الثمان خانات دول ليهم شروط في الكتابه، بمعنى ان انا عشان اكتب في الخانه الواحده اي ارقام في الخانه الواحده، يعني احنا كل خانه فيهم بيفصلها عن الثانيه دوت نقطه. اربع خانات بيفصل كل خانه عن الثانيه نقطه. الارقام اللي هكتبها في كل خانه بتبقى من 0 ل 255، يبقى حد ادنى 0 وحد اقصى 255. حد ادنى 0 وحد اقصى 255، تمام كده؟ طيب الحاجه الثانيه الخانه اسمها اوكتت، يبقى ما اقولش خانه بقى، يبقى واحده واحده كده بس عشان نشرح، لكن بعد كده لازم ننطق الحاجه بمفهومها الصحيح. كل خانه اسمها اوكتت. ليه اوكتت؟
أوكتيك يعني سوماني، كلمة أوكتيك ترجمتها يعني سوماني، تمانية يعني. ليه تمانية؟ لأن كل خانة من الخانات الأربعة، أنا عندي كام خانة نرجع له تاني كده، نبص مع بعض كام خانة، واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع خانات أهم، هنمسح كده، بص معايا، أربع خانات فاضيين أهم، كل خانة من دول اسمها أوكتيت، كل أوكتيت كلمة أوكتيت اسمها سوماني. طب ليه سوماني؟ لأن دور كارت الشبكة طبعا إنه يحول كل الداتا اللي موجودة في الجهاز، لما يجي يتواصل مع جهاز تاني الداتا وهي خارجة دور كارت الشبكة قبل ما الداتا تخرج يحولها لوحايد وصفار للغة الآلة، الزيرو والواحد. يبقى الزيرو والواحد اللي هي لغة الآلة، الكابلات كابلات الشبكة ما بيمشيش فيها غير وحايد وصفار، ما ينفعش يمشي فيها أي حاجة تانية. يبقى دور كارت الشبكة البيانات وهي خارجة، البيانات دي طبعا من ضمنها الأي بيهات، كل حاجة في الجهاز، أي بيهات، صور، أرقام، رسومات، أي حاجة، وهي خارجة دور كارت الشبكة يحولها من داتا إحنا شايفينها وفاهمينها لوحايد وصفار، ويستقبل الداتا من الناس وحايد وصفار ويعكس ترجمتها أو يحولها لداتا مفهومة بطريقته. طريقة كارت الشبكة في التحويل هندرس منها ازاي بيحول الوحايد والاصفار النهاردة، ازاي بنحول للاسف الاي بيهات النهاردة لوحايد واصفار والعكس. خلاص، يبقى ده كل خانة من الخانات الاربعة دول اسمها اوبتت. ليه اسمها اوبتت؟ لان كارت الشبكة بيحول كل خانة من الخانات الاربعة دي لتمانية وحايد واصفار، كام صفر على كام واحد ده ما نعرفوش لما نختار رقم معين، هنشوف ازاي بيحوله. اوكي، بس ثابته، كل اوكتت من دول بيتحول لثمان وحايد وصفار. الاوكتت الواحد يعني معنى كده انا عندي كام واحد وصفر في الرقم كله. خلي بالنا انا ما بقولش على الاوكتت الواحد اي بي ادرس، يعني ده مش اي بي وده اي بي وده اي بي وده اي بي، لا هو كله اسمه اي بي ادرس، لكن هو مجزأ او متقسم لاربع خانات، كل خانه بتتحول لثمان ارقام او بنقول عليهم ثمانيه بيتس، ثمانيه بيتس، بيتس اللي هي الصفر والواحد، البت اللي هي الصفر والواحد اسمه برضو بت، فبنقول عليهم بت بت، يعني اللي هي عارفين لما نروح نشترك في الانترنت بنقول له مثلا عايز سرعه 512، عايز سرعه 1 ميجا، دي ما بنقولش عليها 512 كيلو بايت بير سكند، لا بنقول عليها 512 كيلو بت بير سكند. ليه؟ لان بايت دي بايت دي خاصة بالتخزين بحفظ البيانات، أما في عالم الشبكات نقل الداتا بنتكلم بالبت مش بالبايت، بالصفر والواحد. فأنت بتروح تشترك في 512 كيلو بت بير سكند، 1 ميجا بت بير سكند، وهكذا. يبقى البت غير البايت، وده مفهوم برضو بيميز المحترف، ما تقولش 512 كيلو بايت في الثانية، لا كيلو بت في الثانية. أوكي، بايت خاصة بالتخزين، احنا عارفين طبعا إن الكيلو او البت او البايت هما الاثنين زي بعض بقى في العدد، يعني اقل واحدة عندي البت والبايت، البت ده في الداتا في نقل البيانات والبايت في التخزين. واحد بايت خليهم الف بقوا كيلو، خليهم مليون بقوا ميجا، الف مليون اللي هو مليار بقى جيجا، الف جيجا بقى تيرا، بعد كده بيتا، بعد كده اكزا بايت، بعد كده زيتا بايت، ارقام بقى في عالم اخر ما بنشوفهاش بنسمع عنها بس. فالمهم ان انت كل ما بتزود 1000 بتلاقي ايه المفاهيم بقى اللي احنا نعرفها بتظهر لنا، زي الميجا والجيجا والتيرا والبيتا والاكزا والزيتا وهكذا. اوكي، فالارقام دي هي اللي احنا بننطق بيها، ما بنقولش بقى كلمه بايت دي، بنقول بت بير سكند. خلاص، طيب، فعشان كده كارت الشبكه بيحول الايبهات لبيتس، بيحول الداتا كلها لبيتس اصفار وحايد. خلاص، الخانه الواحده في الاي بي ادرس بتتحول لثمانية وحايد واصفار، يعني كده الاي بي كله، طبعا اي بي وصلنا في مصر الاثنين شبه بعض جدا، شبه بعض خالص في التحويل وشبه بعض في الارقام اللي بتتكتب. كده الخانه الواحده 8، يعني الاي بي كله 4 في 8 ب 32 بيتس، يبقى الاي بي كله او السبنت ماسك كله بيتحول ل 32 بيتس، 32 صفر على واحد. خلاص، يبقى دي معلومه نحفظها.
اي بي فيرجن 4 اللي احنا بندرسه اسمه 32 بت فيرجن. اوكي، ايه الارقام بقى اللي بنكتبها؟ بنكتب ارقام عشوائيه في كل اوبتت ولا بنكتب ارقام ذات طابع معين او ليها حدود؟ قلنا الحدودي من 0 ل 255، اكتب اي رقم بقى. مش عرفت الحدود بتاعتك خلاص رقم براحتك، يعني ممكن اكتب كده واحد والخانه الثانيه اكتب فيها 200 والخانه الثالثه 55 والخانه الرابعه 47، اه عادي جدا، اي بي سليم مليون في الميه، مفيش اي مشاكل ما دام راعي الشروط من 0 ل 255، مفيش مشاكل. بس في نقطه، بس الاوكتت الاولاني ده الاوكتت رقم واحد اللي بنبتدي ترقيم من الشمال، الاوكتت الاولاني ما ينفعش يبقى صفر، بقيه الاوكتات صفر، اه مفيش مشاكل، يبقى ما ينفعش تكتب الاوكتت الاولاني صفر، خلاص ده شرط. بقيه الاوكتات ممكن اكتب هنا بقى 200 0 0 10، اه مفيش مشاكل، اي دي برضه صحيح، المهم الاولاني ما يبقاش صفر. ورقم بقى الاجهزه بتاعتك براحتك، مفيش حياتك. بس في نقطه هنا مهمه، ان انا عندي منظمه شهيره جدا اسمها منظمه الايكان. منظمه الايكان دي هي المنظمه المسؤوله عن توزيع، منظمه الايكان منظمه الايانا، الايانا دي اكبر من الايكان او تعتبر رئيستها. منظمه الايانا دي هي المسؤوله عن توزيع الاي بيات على مستوى العالم وبيع الاي بيات، لان الاي بيات دي هنعرف ان في جزء منها من كذا لكذا بيتباع بيبقى ليه فلوس وهنعرف ليه. المهم ان الاي بيات دي منظمه شهيره جدا اسمها الايانا هي اللي بتوزعهم على مستوى العالم. قول لي اكتبهم ازاي؟ فحطت لي نظريه في كتابه الاي بيهات، قالت لي بص انت لو هتبتدي ترقم بالصوره العشوائيه بتاعتك دي اللي هي 150 41 16 والجهاز الثاني 117 51 2 وهكذا بالطريقه دي هيبقى فيها عشوائيه، وخاصه لو عندك عدد اجهزه كتير هتنسى الارقام وهتنسى اجهزتك بتبتدي من كام وتنتهي عند كام. طبعا احنا فكر فيها كده، ان انا احفظ رقم اي دي جهاز بالصوره العشوائيه دي، اقعد اكتب براحتي اي ارقام بتختلف بس يعني عن بعض، بس في النهايه هي مكتوبه بصوره عشوائيه، انا مش هعرف احفظ الايدات، وحفظ الايدات ده مهم على الاقل خالص اعرف اجهزه الشركه بتاعتي بتبتدي من كام عند انهي موظف وتنتهي عند اي بي رقم كام وده الجهاز انهي موظف وهكذا، فلازم اعرف رنجاتي ومن كام لكام. طيب الاي بيهات بقى دي او ايانا دي قالت لي اكتبها ازاي؟ قالت لي انا هحط لك نظام في كتابه الاي بيهات. كتابه الاي بيهات لو انت عندك عدد اجهزه معين ارقام معينه من عدد الاجهزه يا ريت تتبع اللي انا هقول لك عليه ده. اللي هو ايه حضرتك؟ قالت لي لو انت عندك عدد الاجهزه بيتراوح من واحد جهاز ل 254 جهاز، يبقى لو انت عندك اجهزه بتتراوح من واحد ل 254 حد اقصى، ودول هنقول عليهم اسمهم الهوست، يعني هوست يعني جهاز، عندك بحد اقصى 254 جهاز يا ريت تكتب لهم الفئه اللي هي هنقول عليها كلاس، الفئه سي. ايه الفئه سي دي؟ قالت لي بص الفئات اللي انا هقول لك عليها دي هتعرفها من الاوبتت الاولاني، يبقى الاوبتت الاولاني عينك تقع عليه هتعرف انت شبكتك فيها كام جهاز او بحد اقصى كام جهاز. قلت لها نعرف عن طريق الاوكت الاولاني، يا ريت تديني ارقام كده. قالت لي الاوكت الاولاني لو لقيته الرقم بيتراوح من 192 ل 223 ده هيبقى كلاس سي. يعني ايه كلاس سي؟ يعني بحد اقصى 254 جهاز يشوفوا بعض، مش اكتر من كده، اخرك 254 هوست يشوفوا بعض في كلاس سي. يبقى تقعد ترقم بقى هنا 192 واكتب في بقيه الاوكتتس الثلاثه الباقيين اي حاجه مراعاه للشروط بتاعتنا من 0 255، اكتب اي حاجه مش مهم، بس المهم ان انت في الاوكتت الاولاني تكتب اي ارقام بتتراوح من 192 ل 223. يعني ممكن كده 200 في الاول وكمل عادي، اه كده كلاس سي، بس كده اخري اخلي 254 جهاز يشوفوا بعض. فقالت لي بالنظام ده انت ممكن تسهل بقى على نفسك الكتابه، يعني ممكن تخليها 200 200 200 واحد 200 200 202 200 200 203 200 200 204. يبقى هي حددت لي كده عدد نظام معين امشي عليه هيسهل لي الحفظ. يبقى انا عارف ان اول الشبكه بتاعتي بيبتدي عند جهاز محمد بتاع الاتش ار ده 200 200 201، واخر جهاز هو 200 200 254 ده بتاع اسماعيل بتاع الحسابات مثلا. يبقى انا كده عندي اخري
254 جهاز يشوفوا بعض خلاص، وابتدي الترقيم بالصوره دي. قلت لها طب ماشي، بالنسبه لحضرتك للسبنت ماسك حكي فيه ايه؟ قالت لي السبنت ماسك ريح نفسك، انت مجرد ما هتكتب الاي بي ادرس بتاعك ده وتدوس تاب، يعني بص كده هنمسح اللي في السبنت ماسك، مجرد ما تكتب الاي بي ادرس بتاعك وتدوس تاب هو هيكتب لك انسب سبنت ماسك الجهاز شايفه، فما تتعبش نفسك في السبنت ماسك، الجهاز هيكتبه لك لوحده، انت بس دوس تاب بعد ما تكتب الاي بي. فراح كتب لي هنا كاب 255 255 255 0، يبقى ده اسمه الديفولت سبنت ماسك بتاع كلاس سي، يبقى كلاس سي 255 255 255 0، ده اسمه ديفولت سبنت ماسك ماسك خلاص. يبقى الاوكتت الاولاني كتب فيه ارقام من 192 ل 223، اقعد رقم بقى براحتك كده اخرك تخلي 254 جهاز يشوفوا بعض. طب الديفولت سبنت ماسك هيكتب فيه رقم عشوائي بصوره اوتوماتيكيه كده مجرد ما تدوس على تاب، لو الجهاز عارف ان انت كاتب كلاس سي هينكتب لك الديفولت سبنت ماسك ده، يبقى ده كده تريبل 255 يعني 3255 0، ده الديفولت سبنت ماسك بتاع 254 جهاز. طيب لو حضرتك الشبكه بتاعتي كبرت شويه بقى فيها اكتر من 254 يعني 500 1000 2000، قال لي ماشي اخرك كام يعني؟ قلت له 2000، قال لي لا معاك لغايه 65534 جهاز، ده حد اقصى، ده هتكتب له كلاس بي. كلاس بي ده طبعا هتعرفه برضو من خلال الاوكتت الاولاني، تكتب في الاوكتت الاولاني اي رقم بيتراوح من 128 ل 191 كده انت كلاس بي، ده معناه ان انت اخرك 65000 جهاز يشوفوا بعض. طبعا 65000 جهاز عدد كبير جدا، المهم ان انا كده اقدر لو عندي اكتر من 254 جهاز في اللان عايزهم يكلموا بعض اختار كلاس بي، اكتب ايباد بتبتدي باي رقم بيتراوح من 128 ل 191. خلي بالنا الترتيب كده ماشي ورا بعض، يعني هنا من 128 ل 191 كلاس سي، من 192 ل 223، يعني احنا بننزل، يعني هنعرف دلوقتي من 1 لغايه 126 ده عباره عن ايه اللي هو اخر كلاس معانا. كده عندي 65000 جهاز يشوفوا بعض، وزي ما قال لي برضو في كلاس سي ان انت مجرد ما هتخلص كتابه الاي بي وتدوس تاب هيكتب لك الديفولت سبنت ماسك اللي هو رقم الشبكه المناسب، نفس الكلام في كلاس بي، لو كتبت اي رقم بيبتدي ب 128 الى 191 اكتب بقى في الباقي اي حاجه، مجرد ما دوس تاب، طبعا هنمسح الاول اللي في سبنت ماسك، مجرد ما دوس تاب هيكتب لي السبنت ماسك المناسب بتاع كلاس بي، وبحالتنا هيبقى 2255 20، يبقى ده اسمه ديفولت سبنت ماسك الخاص بكلاس بي 255 255 00. خلاص كده؟ طيب شبكتي كبرت بقى وبقيت موزع انترنت مثلا، او حد زي تي اي داتا كده عندي ملايين المستخدمين عندهم اي دي اس ال وعدينه من عندي، هحتاج طبعا لكل راوتر فيهم اي بي ادرس يسحبه من الاجهزه بتاعتي. طيب في الحاله دي الشبكه مش هينفعها خالص كلاس بي، شغل 65000 ده مش هينفع تماما، فهحتاج اروح لكلاس اخر كلاس واكبر كلاس معايا اللي هو كلاس اي، ده بكتب فيه في الاوكتت الاولاني من 1 ل 126، اي رقم بيتراوح من 1 ل 126 ده اسمه كلاس اي، اخري كام يعني؟ اخرك 16,777,771 جهاز، طبعا ارقام كبيره. خلاص عرفنا كده عدد الهوست والديفولت سبنت ماسك اللي بيتكتب، وازاي اعرف الكلاس بتاعي، بميزه من ايه؟ بميزه من اول اوكتت، لو لقيت في اول اوكتت اي رقم بيتراوح من 1 ل 126 ده معناه ان انا ممكن 16,777,000 16 مليون جهاز يعني يشوفوا بعض شبكه واحده. طيب لو عندي كلاس بي اقدر اعرفهم الاوكت الاولاني برضه، هلاقي ارقام من 128 ل 191 ده اخري 65000 جهاز يشوفوا بعض. طب كلاس سي نفس الكلام، وطبعا هنا الديفولت سبنت ماسك اللي بيتكتب في كلاس ايه هو 255 3 اصفار. خلاص يبقى الارقام دي احنا كتبناها بايدينا اللي هي الاي بيهات، اما سبنت ماسك مجرد ما اخلص كتابه الاي بي ودوس تاب الجهاز بيكتب لي لوحده انسب رقم شبكه. طيب واحد برضو يجي هنا يقول لي طب وليه وجع الدماغ ده؟ طب ما انا اخد كلاس بي كلاس ايه في كل الشبكات، شبكه صغيره شبكه كبيره 10 اجهزه مليون جهاز
اخد الكبير وخلاص، زيادة الخير خيرين. هو طبعا يعني من بعيد كده نقول اه الكلام ده صح، ما نجيب من الاخر ونخليها كلاس ايه كلها، بس عمليا ده هيسبب لي اخطر مشكلة بتقابلنا في عالم الشبكات واكتر حاجة بنحاول نتجنبها في شغلنا. ايه هي؟ بص معايا، الراوتر وهو شغال هيلاقي السبنت ماسك اللي مكتوب في الاجهزة، لقى مثلا دلوقتي احنا هنستسهل عندي مثلا 5 اجهزة في الشبكة، رحت كاتب لهم سبنت ماسك 255 تلات اصفار ورقمتهم كلاس ايه، الراوتر طبعا عارف عن طريق السبنت ماسك لان هو رئيس الشبكه السبنت ماسك، فلقى ان انا كاتب للاجهزه الخمسه بتوعي 255 ثلاث اصفار. اوبا الراجل ده عنده في الشبكه بتاعته 16 مليون جهاز. لا ثانيه واحده بس يا عم الراوتر، هم خمسه بس ماليش دعوه، السبنت ماسك هو اللي يتكلم، انت كاتب كام؟ 255 ثلاث اصفار، يبقى عندك 16 مليون جهاز. يعمل ايه بقى؟ في عمليه الراوتر بيقوم بيها يعني كل ثانيه تقريبا، عمليه اسمها البرود كاست. ايه هي البرودكاست دي؟ زي رسائل اطمئنان، يبعت للشبكه رسائل كده وترجع له بالمردود زي الخفاش كده، يبعت الرادار بتاعه ويرجع، لو خبط فيه يعرف ان في حيطه، ما رجعلوش تاني يعرف انه الطريق فاضي كمل. فده نفس الكلام، رسائل برودكاست بيبعتها كل ثانيه او كل ثانيتين ترجع له تعرفه الشبكه فيها كام جهاز، كام جهاز شغال وكام جهاز مطفي وهكذا. رسائل البرودكاست دي بيحتاجها بروتوكولات تانية في ان هم يبعتوا نسخ من عندهم من البروتوكول ده لكل الاجهزه اللي في الشبكه مثلا، يعني كانها عباره عن رساله البرودكاست دي زي الراديو بالظبط، انا ببعت بتكلم من مكان واحد كل الناس اللي مشغله راديو دلوقتي بتسمعني، وفي نفس الوقت كل الناس اللي مشغله الراديو بس مش لقطه مني موجه كويس برضه بتجيهم اشاره مني، بتجيهم نسخه من الداتا بتاعتي بس ما بتوصلهمش عشان هم مش ظابطين الاشاره او مش مشغلين مثلا الراديو كويس. خلاص، فهي دي رساله البرودكاست. حتى المذيع بتاع الراديو اسمه برودكاستر، مذيع الراديو اسمه برودكاستر لانه بيقول كلمه واحده بتكبير نفسها لكل الناس اللي مشغلين راديوهات على مستوى العالم، فهو الراديو بيعرف في كام واحد مشغل على الموجه بتاعتي، يقوم مكريت نسخه من كلام الراجل ده لكل واحد. نفس الكلام بالظبط بيعمله الراوتر كل ثانيه، والبروتوكولات عماله تتكلم كده، يقوم هو ناسخ نسخه من كلام البروتوكولات ده وباعتها لكل عدد الاجهزه في الشبكه. طب بيعرفها منين؟ من السبنت ماسك. طب نعرف من السبنت ماسك واقدر اعرف منه كل حاجه، الشبكه بتاعتي فيها كام جهاز بالظبط من خلال السبنت ماسك. فدلوقتي هو لقى الشبكه بتاعتي اللي فيها 5 اجهزه دي مكتوب لهم 255 ثلاث اصفار، اه الراجل ده عنده 16 مليون جهاز يا رجاله. انسخ بقى 16 مليون رساله من اي برنامج موجود، من اي بروتوكول عايز يكلم الاجهزه بتاعت الراجل ده، ابعت له 16 مليون عشان الراجل ده عنده 16 مليون. يا عم استنى بس، هم خمسه ماليش دعوه، السبنت ماسك هو اللي يقول، السبنت ماسك بتاعك بيقول ان انت عندك 16 مليون، يفضل ينسخ ويبعت ينسخ ويبعت، طبعا ما بيوصليش غير خمسه يا دوب، وبقيه الملايين دي كلها عماله تلف في الكابلات مش لاقيه لها صاحب. تفضل طبعا ده بقى احنا بنتكلم بالثواني بقى، ده كل ثانيه الحاجات دي عماله تزيد، الملايين دي عماله تزيد، تفضل تزيد تزيد تزيد، تلاقي الدنيا عماله تتقل تتقل تتقل، وفجاه الشبكه تموت خالص، وفي بعض الاجهزه بتعمل شوت داون من الزهق، مش قادره تبعت ولا تستقبل لان في حجم باكتس هائل جدا مش لاقي له صاحب،